شكرا يا دكتور، مع السلامة. أدخلي المريضة الأولى. خسرة أمي كثيرا. خسرتك أمك؟ منذ متى أحسست بهذا الوجع؟ منذ زمن يا دكتور، منذ مدة. كم هي هذه المدة على التقريب؟ أقول مدة، أقصد بضعة أيام. هذه الأيام كم عددها؟ 5 أيام، 20 يوم، 50؟ نحو هذا العدد. أي عدد تقصدين؟ أرجوك حددي لي زمنا. هل أحسست بهذا الوجع منذ 5 أيام؟ لا، بل قبل ذاك بكثير. لنقل منذ شهر. لا، بعد ذاك بكثير، دعني أتذكر. بدأ قبله بالريح الشرقية ب4 أيام. وما أدراني أنا متى هبت تلك الريح المباركة؟ الريح الشرقية ليست مباركة يا دكتور، اتهمت سارة أحمد المحمودي، فلم تترك فيه سنبلة إلا أحرقتها. يا سيدتي، يا سيدتي، قولي باختصار، متى أحسست بوجع خاصرتك؟ لماذا تسأل يا دكتور؟ أنا أقول لك، ليلة عرس حليمة بنت عمتي أمي، في الصباح ذبحوا كبشاً، هدونا من وليمتين، أكلنا من تريدين لقمة أو لقمتين كل 3، وفي المساء قلت لعمك حسين، زوجي، يا حسين نفسي انقطع، دخيلك.